أكدت مصادر إعلامية أن امرأة كندية وضعت مولودتها على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، وذلك يوم الجمعة 2 يناير 2024 في رحلة تربط بين مدينة الدار البيضاء ومدينة مونتريال الكندية، تؤكد ذات المصادر. وفي تفاصيل الحدث كشفت المصادر ذاتها أن المعنية بالأمر بدأت تحس بمخاض الولادة بعد 4 ساعات تقريباً على إقلاع الطائرة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، فبادر طاقم الطائرة إلى البحث عن طبيب من ركاب الطائرة، فوجد طبيبين على متنها تمكنت من إنجاح عملية الولادة في مدة 20 دقيقة حسب ذات المصادر.